حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020 في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى لكم من الله دوام الصحة والعافية. في البداية بإذن حضراتكم لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. إليكم تفاصيل الخبر. قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم حالة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تصل إلى 29 درجة مئوية بالقاهرة، لافتة إلى ظهور أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة يجعل هناك حالة من الدفء. وأضافت الدكتورة إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى وقناة أون تي في أن ارتفاع درجات الحرارة يشمل طقس اليوم وغدا الثلاثاء فقط، لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض بداية من يوم الأربعاء القادم، مشددة على عدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة بشكل كبير. وأشارت إلى أنه رغم بداية فصل الربيع إلى أن هناك تقلبات في درجات الحرارة، موضحة أن هناك حركة للرياح يصاحبها أمطار خفيفة على بعض المناطق، وطالبت بضرورة متابعة النشرات الجوية خلال فصل الربيع حيث يشهد حالة من الرياح المثيرة للأتربة والتغيرات المستمرة في حالة الطقس ودرجات الحرارة، وتختلف من يوم ليوم، وكذلك الاختلاف بين درجات الحرارة بين الليل والنهار. وفي غضون ذلك يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا، والرياح معتدلة. والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة. وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لطيف نهارا، شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة. وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل نهارا، بارد ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة. وشمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة. أما عن حالة الطقس في جنوب الصعيد، حر نهارا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة. وعن درجات الحرارة المتوقعة الصغرى والعظمى على محافظات مصر كالتالي: القاهرة 16-26، الجيزة 15-26، شبين الكوم 13-25، طنطا 13-25، كفر الشيخ 16-26، دمنهور 13-23، الإسكندرية 14-20، المنصورة 15-26، بلطيم 14-21، مطروح 13-19، السلوم 10-21، بورسعيد 16-21، دمياط 15-20، الزقازيق 14-25، الإسماعيلية 12-26، السويس 13-26، العريش 13-23، طابة 15-25، كاترين 29، الطور 13-27، شرم الشيخ 16-27، الغردقة 15-28، مرسى علم 16-27، الفيوم 14-29، بني سويف 14-29، المنيا 13-30، أسيوط 12-30، سوهاج 15-32، قنا 15-33، الأقصر 15-34، أسوان 17-35، أبو سمبل 17-36، الوادي الجديد 14-35، شلاتين 18-33، وأخيرا حلايب 19-30. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.